ناس بجد لو كانت تعرض أكتر من اللي تعرض بكتير بكتير. أنا عرضت اللي يقول إن يا جماعة الناس دي is okay وتعالجت, بس في دكاترة كبار قالوا إنه ده مرض نفسي معروف وعملوا له تشخيص. بس حتى في إنجلترا حتى دكتور في أمريكا هشام بحري دكتور خالد منتصر قالوا دكتور هشام بحري ده حبيبي بحري وخالد منتصر الاثنين قالوا شخصوا. بصي العلم دايما بيعترض جدا على الروحانيات, حتى في لندن حتى في أمريكا السبريتشوال سنترز كلها أو سنترز بتاعت الروحانيات تلاقي إن الدكاترة أو العلم. طب الشيخ خالد الجندي وهو شيخ ما هو اعترض على الكلام ده وقال انه مش حقيقي. الشيخ خالد الجندي ما بيحبش أبلة فاهيتا دي ولا اسمها ايه؟ أبلة يعني فاهيتا؟ اسمها ايه اللي بتطلع في مش عارفة ايه؟ الشيخ خالد الجندي يعني شاغل نفسه بالبرامج أكتر من الدين بكتير. هو بيدافع عن قيم شايف انها صح. ايه قيم في الجن؟ هو ما بيؤمنش بالجن, هو حر. وما خلقنا الانس والجن الا ليعبدون. ده كلام ربنا. بس مفيش حاجه في القران في كلام ربنا بتقول انه الجن بيلبس انس وبيتصرف بجسمه. بيقول كده في ابن قايم وابن تميمه وابن 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 وناس كتير جدا 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 بتقول ان في جن وفي مس. هو وجهه نظره يحتفظ بيها نفسه. احنا بنقول يعني في القران. لا انت بتقولي الشيخ خالد الجندي على اساس ان هو يعني انا بقول نصوص القران حتى نصوص القران فيها بتقول انه في جن بس ما بتقولش في لبس. لا لا انا ممكن اقول لك الفيديو بتاع حلقتي. لا ازاي تخبطهم من الشيطان ده مكتوب ان هو الجن لو مسك هتبداي تخبطي كده زي البتاع في السقف مكتوب كل حاجه. بس الشيطان ده وسوسه مش الجن. الجن ده يعني ايه؟ يعني الشيطان في القران دايما دايما الناس بتختلف على الحجاب, الناس بتختلف على الجن, والناس الناس بتختلف على كل حاجه. يعني كل واحد مع ربنا بقى يشوف هو معتقد فيه, شايف الايه دي معناها كذا وشايف الايه دي معناها كذا. وبعدين مع احترامي للجميع انا يا منى ما ببصش قوي للناس رايهم ايه. يعني انت دايما تقولي ايه بيقولوا انا دلوقتي بكلمك عن قناعاتك من خلال اللي بيتقال. يعني مش بس قناعاتي, هي قناعاتي دي جبتها منين؟ انا كنت في مدرسه امريكان طيب وجامعه امريكيه, يعني الباك جراوند بتاعي مش لا خالص. في ناس لا مش الثقافه دي. اوكي انا لازم عشان ابقى اقتنعت بحاجه لازم ابقى شفتها بعينيا صح. انا لا يعنيني غير الله سبحانه وتعالى اللي انا ببقى ماشي عارفه ان انا لو كذبه هيوقعني, لو انا بمثل هيكعبلني, لو انا بعمل مش عارفه ايه هيديني فوق دماغي.